على رأس هذه القصص أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام مر على قبر فوجد امرأة عند قبر تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا امرأة اتق الله واصبري، يعني اصبري. فقالت هذه المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لم تكن تعرف أنه رسول الله. نعم. يعني النبي حضرتك رايح يقول لها اتق الله واصبري، يعني هون على نفسك. قالت له: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني أنت ما تعرفش اللي جوايا وما حصلكش زي ما حصل لي، فأحسن لحضرتك اتفضل. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها الناس أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالفعل ذهبت إليه وقالت: يا رسول الله إني لم أكن أعرف أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني عند مواجهة البلاء. أول ما البلاء يجي لحضرتك كده أنت أصبر. رؤيتك إيه وإزاي تواجه البلاء بتاع ربنا؟ هل هتسخطي على قضاء ربنا؟ هل هترضي؟ هل هتصبري؟ هل هتتهيئي وتمشي أمورك؟ كل هذه خطوات أو أقسام يستقبل بها الإنسان لمواجهة بلاء الله سبحانه وتعالى.